الآن مشاهدينا نستقبل مكالمة هاتفية من الدكتورة وداد الميدور، مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. صباح النور دكتورة. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. دكتورة، في البداية نتحدث عن الاستعدادات والخطط الاستباقية للتعامل مع المنخفضات الجوية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذه الاستضافة واهتمامكم، وأنتم طبعا شركاء رئيسيين في هذا الأمر من ناحية رفع الوعي بين الجمهور، وأيضا من ناحية يعني شكر الشركاء الاستراتيجيين اللي دائما يدعمون الجهات الصحية. مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جزء يعني من منظومة تقديم الخدمات الحكومية في الإمارات الشمالية، وبداية من أن يعني طبعا الإشعار بأن والتنبيه بأن في منخفض جديد بيكون من تاريخ 14 إلى تاريخ 18. طبعا من المنخفض السابق كانت المؤسسة ما زالت في جهودها في أنها يعني تقوي المنشآت اللي تقدم الخدمة. قمنا بالاجتماعات الداخلية مع القيادات المؤسسة، وتم التوجيه بإعادة تفعيل الخطط الرئيسية، وأيضا توفير الموارد اللي يعني ممكن نحتاجها نحن في هذا الأمر، وتكثيف وجودها، ويمكن وجود أيضا شركاء استراتيجيين لنا في هذه في الدوائر المحلية وفي المناطق الشمالية كالبلديات ووزارة الداخلية وكل الجهات الثانية، ودعمها لنا في نحن نوفر الخدمات الصحية في منظومة فيها أمن وسلام. يعني البلدية الشارجة ما قصرت في كثير من الأماكن اللي خاصة مثل الكلبة والذيت، بتوفير المضخات وسحب المياه لتوفير النحو بحيث ما تتجمع تجمع المياه أمام المنشأة وتسهيل دخول المراجعين. وأيضا تمينا استدعاء طبعا الموظفين بكل الطبقات من التمريض والأطباء والإداريين، بحيث تكون هناك عندنا طواقم موجودة على مدار الساعة، تحسبا أن لا سمح الله إذا بتنحجز الناس في مستشفيات أو في مراكزها وما تقدر تطلع، أن يكون في عندنا دائما توافر الموظفين، توافر الموارد، توافر خطوط الإمداد، كل هاي الأمور اللي ممكن تساعد على عملية استمرار العمل وتشغيل وتقديم الخدمة. دكتورة، المناطق الشرقية في الدولة من المناطق الجميلة واللي تشهد يعني توافد الكثير من الأشخاص والسياح لها، ما هي الكلمة اللي توجهينها سواء للقاطنين في هذه المناطق أو حتى الزوار والسياح اللي يحبون زيارة هذه المناطق في هذه الأجواء تحديدا؟ نعم، طبعا وجودهم واستمتاعهم أهم شيء، وصحتهم مهمة، ولكن لازم يكون في أمن وسلام. فإحنا نوجه لهم كلمة بأنهم يبتعدون عن أماكن مجرى الوديان والشوارع والأماكن اللي هي فيها مداخلة ما بين الجبال وشوارعهم ما يعرفونها، فيفضل أنهم هم يعني يكونون في لحد ما يعني تعلن الدولة بإزالة الحالة لحد يعني خلال اليومين القادمين، يفضل أنهم ينتظرون ما يقحمون نفسهم في أماكن قد يعني تسبب أنهم ينحجزون، وتكبد أيضا القائمين بدعمهم مثل وزارة الداخلية والأجهزة الشرقية أنها تقوم يكونوا في حالة طوارئ ويدعمون أنهم يطلعونهم من هاي الأماكن. فإحنا نوجههم أنهم هم يكونون يعني على حذر أكثر، يبتعدون عن هالمناطق، يهتمون في صحة من حواليهم، والمؤسسة متواجدة على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية لهم. شكرا لك الدكتورة وداد الميدور، مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. العفو والشكر موصول لكم. شكرا لجهودكم.